يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندنا، يقول السائل عندنا إمام مسجد يقرأ في يوم الجمعة في صلاة الفجر من آخر سورة الكهف، وذلك كل جمعة، هل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس بوارد عن النبي. نعم، قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة سنة، لكن في غير الصلاة، في غير الصلاة، فنبهوا على هذا. نعم.